أكتر ناس بتتأثر من ارتفاع درجات الحرارة هم الناس اللي عندهم حساسية أو مشاكل صحية، علشان كده بيكونوا حريصين على عدم التعرض لأشعة الشمس الضارة وخصوصا في المصايف. والله في ناس يا مصطفى بتتعرض لأشعة الشمس عمدا عشان تاخد فيتامين دي، عشان تاخد فيتامين دي، عشان تاخد لون، وعشان قصص كده كتير، لكن للأسف لازم يكون ليه تفاصيل كتير جدا وخطوات كتير جدا عشان ما يكونش مضر. على أي حال خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن إزاي مرضى الحساسية والجلدية يقدروا يحافظوا على نفسهم من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة خلال المصايف. معنا على التليفون دكتور أسامة الشحات، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة الأزهر. صباح الخير على حضرتك يا فندم. وبعد التحية، زي ما كنا بنتكلم، التعرض للشمس بشكل زايد أو في أوقات معينة ممكن يكون مضر، إن كان لأصحاب مرض الحساسية أو مرضى الحساسية الجلدية، أو حتى للناس اللي لا تعاني من أي نوع من أنواع الحساسية. عايزين نعرف من حضرتك إزاي نتعامل مع أشعة الشمس، وإمتى الأوقات اللي بتكون ما فيهاش خطورة، وإمتى الأوقات اللي بيكون فيها خطورة بشكل أكبر. صباح الخير على عليك يا جمانة، أنت ومصطفى. أهلا بحضرتك. صباح الخير على السادة المشاهدين. طبعا كل سنة حضراتكم طيبين. المصيف والصيف طبعا هو جميل وحلو لبعض الناس، والبعض الآخر قد يكون مؤذي. وممكن يكون يعني احنا لو احنا اتكلمنا على فصل الصيف هنتكلم على حاجتين: اشعه الشمس ودرجات الحراره اللي بتبقى مرتفعه. اشعه الشمس فيها اشياء مضره واخرى مفيده. طب احنا امتى تبقى الوقت المناسب ان انا ابقى موجود ومتعرض للشمس ومحتاج منه وقت قد ايه؟ من 10 صباحا ل 4 ده وقت الذروه بتاع اشعه الشمس المضره اللي بيكون فيها، من 10 صباحا ل 4. الوقت ده اللي بيكون فيه كثافه الاشعه المضره اعلى، اللي هي الاشعه الفوق البنفسجيه بنوعيها الاي والبي. يعني معنى كده قبل 10 ده مناسب وبعد 4 ده مناسب. طب هو ايه اللي بيبقى أشعة الشمس لما بتنزل للأرض عن فيها؟ بيبقى فيها حاجات مفيش فيها ضرر، دي زي الموجات بتاعة الراديو، والفوق البنفسجية دي المضرة. طب هو إيه اللي أنا محتاجه وقت قد إيه أتعرض فيه للشمس عشان يبقى مفيد؟ محتاج من 10 ل 15 دقيقة في اليوم، في التوقيت اللي إحنا قبل 10 أو بعد 4، لكن هو قبل 10 بيبقى أفضل يعني. بتبقى كثافة الأشعة المضرة فيه تبقى ضعيفة، وإحنا محتاجينها. طب إحنا محتاجينها ليه؟ الحقيقة محتاجينها في كل أعمارنا، من أول ما يبقى طفل والبالغ والكبير. الطفل بيحتاج يقعد في الشمس ويعرض رجليه أو يتعرض ذراعين للشمس يوميًا لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة، والكبير بيحتاج كده. بيبقى فيه طبقات جلدنا موجود فيه فيتامين د غير نشط، بيحتاج أشعة الشمس عشان ينشط. طب وبعدين؟ بعد ما ينشط بيساعد على تكوين الكالسيوم اللي هيقوي العظم بتاعي بالزبط، وهيبقى مناسب لكل الأعمار إن احنا محتاجينها. دي حاجة مفيدة بالنسبة لنا. طب ولو احنا خدنا فيتامين د من مصدر تاني يا دكتور، هل ده يغني؟ هو ده يعوض جزء كبير، لكن الأفضل إن أنت تاخده طبيعي من جسمك، لان هو طبيعي موجود لكن غير نشط، يحتاج اشعه الشمس عشان تحوله لفيتامين دي النشط. تمام. في حاجه كمان مهمه قوي لو حد يلاحظها، خصوصا في الشتاء، بتبقى مثلا وانت قاعد دافى كده في جو شمس بتلاقي نفسك ايه، بدات تنعت حبه. ده سببه بيبقى في اشعه الشمس لها دور مفيد برضه في افراز هرمون ميلاتونين في المخ، بيساعد على الحالة اللي هي اللي فيها الاسترخاء الشديد ده. وبالتالي بعض البلاد اللي ما فيش فيها شمس في الشتاء قد يعاني أهلها من اكتئاب موجود، والاكتئاب ده بيبقى مرتبط بعدم تعرضه لأشعة الشمس حتى لو فترة بسيطة في اليوم. طيب دكتور، يعني من الساعة 10 صباحا زي ما حضرتك قلت لغاية الساعة 4 ده بالنسبة لأي حد. طيب بالنسبة للأشخاص اللي عندها حساسية، إيه الوقت المناسب المفروض يقعدوا فيه في الشمس؟
يعني وقت التعرض للشمس المفروض يكون قد ايه؟ هل في اي نوع من انواع الكريمات او في اي احتياطات المفروض ياخدوا بالهم منها؟ كلام حضرتك طبعا مظبوط. هو احنا اتفقنا الاشعه الغير مضره هي التوقيت اللي قبل 10 صباحا. قد ايه مده؟ من 10 دقائق لربع ساعه، ده تكفي للواحد في اليوم. طب ايه الاحتياطات بقى اللي نعملها؟ طب واحنا بنعمل ليه احتياطات؟ لان في اضرار من اشعه الشمس. لو احنا قعدنا فتره طويله في الشمس زياده عن اللزوم ممكن بيؤدي الى ضعف المناعه بتاعه جسمنا، ممكن يؤدي لتكرار الانتظار في الشمس او الوقوف في الشمس لفترات طويله لايام كثيره على مدار عمرنا. الجلد بيبدا يتاثر بان هو الاصابه اللي بتحصل فيه بتضعفه بدرجه ان هو ممكن على مدار سنوات ممكن يتحول يبقى الجلد تخين شويه، اللون غامق شويه، احيانا يبقى العكس يبقى رقيق جدا الجلد، وبالتالي قدرته على اصلاح نفسه لما يجي يتعرض لشمس ثانيه ولا حاجه بتضعف جدا. والحقيقه بتخصصنا احنا بقى كجراح تجميل بنلاقي كتير قوي الناس الاكثر عرضه للشمس بطبيعه عملهم او لاسباب اخرى بيبقى عندهم اللي هو سرطان الجلد بنسبه اعلى من الاخرين. فده برضو لازم يخلينا السؤال اللي حضرتك بقى بتقول عليه ازاي نقي نفسنا بقى عشان ما تحصلش المشاكل اللي احنا بنقول عليها دي. لان برضو غير السرطان كل ما طولت فتره وقوفك في اشعه الشمس المباشره فترات طويله على مدار عمرك كله جلدك بيعجز، بشرتك بتعجز، بيبان عليها سن كبير غير الواقع اللي انت بتاعك وعمرك اللي انت فيه. شكرا جزيلا ليك يا دكتور. بالتاكيد فتره المصيف محتاجه ان احنا ناخد اشعه الشمس ولكن يعني بقليل من الفهم والعقل طبعا. عشان الموضوع ده فعلا محتاج يعني اداره لوحده. بشكرك دكتور اسامه شحات استاذ جراحه التجميل بكليه الطب جامعه الازهر.